مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة للأخبار ونستهلها بالعناوين. استئناف الشركات تقية بتطويل نشاطها في إنتاج النفط والغاز اليوم بعد التواصل مع الحكومة إلى حل نهائي لملف الكامور. تباين في آراء المواطنين حول نجاعة الخدمات الإدارية بنظام التوقيت الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، وخبراء الاقتصاد يدعون إلى ضرورة تعزيز رقمنة الإدارة. انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على أصوات 270 من كبار الناخبين، وترامب يطعن في النتائج. أهلا بكم. البداية بالكامور، حيث تمت صباح اليوم عملية إعادة ضخ البترول بالمحطة الرئيسية بالكامور، وذلك بعد توقف تجاوز 3 أشهر. هذا الإجراء كان تتويجا لمفاوضات وحوارات جمعت الوفد الحكومي بالوفد الممثل لجهة تطاوين حول النقاط الخلافية لاتفاق الكامور والتي تمكنوا من تجاوزها. بإعادة عملية ضخ البترول من محطة الكامور الرئيسية التي توقف بها لأكثر من 3 أشهر، يشرع في تنفيذ ما تم التوصل إليه من إجراءات وقرارات لفائدة ولاية تطاوين تنفيذا لاتفاق الكامور الموقع منذ نحو 3 سنوات. اتفاق جاء بعد تمكن الطرفين من تجاوز النقاط الخلافية المتعلقة خاصة بالتشغيل في الشركات البترولية وصندوق التنمية والاستثمار. البترول هذا اللي موجود في الصحراء كل باش يتعدى من المحطة هذه، ملزوم باش يتعدى من المحطة هذه، والحمد لله الحمد لله يمشي للصخيرة، القاعدة الصخيرة، القاعدة في الصخيرة. التوصل إلى هذه الإجراءات والقرارات ثمرة جلسات حوارية بولاية تطاوين استمرت نحو شهر بين الوفد الحكومي والوفد المفاوض الممثل للجهة والمتكون من تنسيقية اعتصام الكامور وممثلي المنظمات الوطنية وعدد من الخبراء والمختصين الذين يتطلعون إلى تقيد مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتهم من أجل انطلاقة جديدة للمسار التنموي بولاية تطاوين. هناك استجابة لعدد لبس به من انتدابات عاطلين العمل، وكذلك ثم صفحة جديدة فتحت البارح أساسها بصندوق التنمية، صندوق التنمية بمقاربة تشاركية. قلت باش تبدا لجان جهوية تخدم وباش تنطلق المنظمات والناس كل والكفاءات ينطلقوا في تفعيل الإجراءات اللي كما قلنا ما زالت حبر أوراق، إن شاء الله نشوفوه، إن شاء الله نشوفوا وجه جديد لتطاوين. الآن بدأت المرحلة الثانية هي في العمل من أجل تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع حتى تراه الناس بأعيني، وحتى يكون هو بقدرة ربي إن شاء الله يكون بداية انطلاقة جديدة للتنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. بالاطلاع على خاصة في علاقة متواصلة مع الشركات البترولية ولا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، عديد المشاريع جاية لتطاوين، عديد معناها الحفريات باش تتواصل في حقول النفط في جهة تطاوين، هذه كلها من شأنها باش تساهم في التشغيل ومعناها دفع عجلة التنمية والاقتصاد في جهة تطاوين. بإعادة فتح محطة الضخ الرئيسية بالكامور واستئناف الإنتاج بحقول النفط والغاز بصحراء ولاية تطاوين، تنطلق مرحلة جديدة من تطبيق اتفاقات الكامور يأمل الجميع أن تكون نهائية، ومعها تنطلق أيضا مسيرة جديدة للتنمية بولاية تطاوين بمثل الإجراءات الحكومية المعلنة. أخميس بوبتان، التلفزة الوطنية التونسية، محطة الضخ الرئيسية الكامورة. إذا أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه تم التوصل إلى حل نهائي لإشكالية الكامور بولاية تطاوين، استأنفت على إثره اليوم الشركات العاملة بالمجال التقي بالجهة نشاطها حسب ما أفاد به بلاغ صادر أمس عن رئاسة الحكومة، وذلك إثر انعقاد مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة.
أثر التوصل إلى حل نهائي لإشكالية الكامول بولاية تطاوين، فإن الشركات الطاقية العاملة في صحراء تطاوين تستعيد نشاطها وإنتاجها للنفط والغاز بصورة طبيعية انطلاقا من اليوم، وذلك بعد أن وافق الوفد الجهوي المفاوض للوفد الإداري للحكومة على الصيغة النهائية لجملة القرارات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق. وتتمثل هذه القرارات في تصنيف شركة البيئة والغراسات والبستنة شركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، أعلان انتداب 1000 عامل وإطار في هذه الشركة في أجل أسبوع من عودة الإنتاج، خلاص أجور عمال وإطارات هذه الشركة المباشرين وإقرار مبدأ الزيادات العامة لأجورهم. كما أقرت الحكومة ترفيع في رأس مال شركة الجنوب للخدمات وإمضاء عقود جديدة لها مع شركات البترولية مع رصد 80 مليون دينار لصندوق الاستثمار والتنمية سنويا. بعد 5 شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل خلال الثلاثية الأولى من العام القادم، تمتيع 1000 منتفع من الجهة بقروض لأحداث مواطن شغل في الخدمات والتجارة والصناعة والفلاحة، التشغيل الفوري ل 215 معطل بصفة قارة في الشركات البترولية ومحطة تعبئة الغاز بتطاوين، انتداب 70 عاملا وإطارا في الشركات البترولية في الثلاثي الأول للسنة القادمة. وتضمن هذا الاتفاق أيضا قرارات تنموية جديدة خارج اتفاق الكامور، منها رصد 18 مليون دينار ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية و2.6 مليون دينار لبلديات الجهة، كما رصدت الحكومة 1.2 مليون دينار للجمعيات التنموية مع إسناد 100 قرض لتمويل عدد من المشاريع بقيمة 2.2 مليون دينار. القرارات التنموية الجديدة تضمنت أيضا دراسة وإنجاز وتهيئة عدد من الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية خلال الأربع سنوات القادمة بكلفة جملية قدرت بأكثر من 236 مليون دينار. بهدف تعزيز خدمات المرافقة للمؤسسات الناشطة في قطاعي تكنولوجيا الصحة والميكانيك بالقطب التكنولوجي بصفاقس، تم توقيع اتفاق شراكة بين برنامج إرادة والقطب، اتفاق سيعزز نشاط المؤسسات المختصة في قطاعي الصحة والميكانيك. أكثر من 1,700,000,000 من المليمات ستمول تطوير قطاعي تكنولوجيا الصحة والميكانيك ضمن منصة تضم أكثر من 20 فاعلا جهويا تحت مظلة القطب التكنولوجي بصفاقس. الهدف من المشروع هذا اللي باش يكون على 22 شهر تقريبا هو كونه نوفروا خدمات للشركات. اليوم تقريبا عندنا 50 شركة في كل مجمع من المجامع هذه، نوفروا لهم كل خدمات المرافقة. وفي نفس المشروع باش يكون فما تمويل لمركز نتاع تقنيات حديثة بور لو بروتوتيباج، معناها باش يصنعوا النماذج في القطاعين تكنولوجيا الصحة والميكانيك دو بريسيزيون. باش يكونوا المختصين والمهندسين عندهم الفضاء نتاع الموارد البشرية اللازمة والتجهيزات المتطورة اللازمة لمعناها اقتراح عديد المشاريع اللي تدخل في إطار معناها استعمال التكنولوجيات المتطورة الكهربائية والإعلامية في المجال الصحي. وانتم كما تعرفوا الظرف اللي تمر به البلاد في الوقت الراهن اللي هو قطاع هام، قطاع من عنده مستقبل كبير. ان شاء الله تكون ولاية صفاقس هي سباقة في هذا المجال. برنامج إرادة الممول من الاتحاد الأوروبي انطلق بصفاقس ودخل بهذا التوقيع الطور الإنجازي معتمدا على خارطة طريق واضحة المعالم لمزيد دعم موقع الجهة كقطب تنموي يعول على التقارب بين الباحثين والصناعيين من جهة وبين المستثمرين أنفسهم من جهة أخرى. بالنسبة لولاية صفاقس الفاعلين الاقتصاديين اجتمعوا كونوا منصة حوار خدموا مع بعضهم، هما اللي اختاروا القطاعات اللي يمكن عندها مستقبل في تنميتها، وصلوا إلى تحديد والتفاهم على قطاع الميكانيك دو بريسيزيون اللي يجمع فيه صناعيين كسوا في الميتالورجي في الديسبوزيتيف سانيتير، وتفهموا على ان بروجي كولابوراتيف اللي فريمون يسعى باش ينهض بالقطاع هذا ككل، وحتى نتمكن بالاساس من تحويل كل المبادرات التي برزت في الجهه خلال الفتره الاخيره الى مشاريع تحقق الى يعني مواد يتم تصنيعها في جهه صفاقس تحت اشراف بيان سور التكنوبول او القطب التنموي بصفاقس اللي باش يكون هو الدعم الاساسي والمؤطر الاساسي للباحثين وللصناعيين في مختلف المجالات خاصه المتعلقه بالصحه. برنامج اراده يستعد لاتفاقيات مماثله مع جندوبه ومدنين وقفص
حفصة وسيدي بوزيد والقصرين وبنزرت تحت شعار للجهة ومن الجهة. الوضع الوبائي في تونس فرض نظام عمل إداري استثنائي شرع في اعتماده منذ مدة. هذا النظام اختلف بشأنه المواطنون من حيث نجاعة الخدمات المزداة وغياب المؤشرات بشأن انعكاس هذا التوقيت على المردودية. من جهتهم دعا خبراء الاقتصاد إلى ضرورة استغلال هذه الجائحة لتعزيز رقمنة الإدارة. حمل التوقيت الإداري الاستثنائي المعتمد في الإدارات العمومية تباينا بين المواطنين في تأثر الخدمات الإدارية بهذا الخيار. موقفنا رحب به البعض وتذمر منه آخرون. فما شكون جاي ورجع ما قداش قضيته خاطر مع الفروح ومش باش يخلص. تعد صعبت تخدم انا خرج من خدمتي توا. غزر الصف. شيت شوية. كي يعملوا قشيات بزيد لداخل والعباد لبرا خير. تاتي باش تحط ثلاثة أعوان. ولا باش تحط ستة عوان كيف الناس بيقولوا تحط ستة عوان خير ما تحط ثلاثة عوان. أنا نحكي روا على روحي يعني قاعد نلقى في العوان، يعني التوقيت هذا خير من التوقيت الأولاني برشا برشا برشا. الصيام تاع الموظفين في بعضهم يعني موجودين، ما نمشي حتى في القالب. يبدا صباح وعشية، ثم الناس اللي تقضي الصباح ومن بعد يروح يقضي العشية. وفي ظل هذا الانقسام بشأن نجاعة التوقيت الإداري الاستثنائي المعتمد، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريكا أن غياب أرقام بشأن هذا الإجراء المؤقت توقيا من عدوى الفيروس له انعكاسات سلبية تؤثر على المساهمة التي تقدمها الخدمات الإدارية المقدرة بحوالي 20% من الناتج القومي الخام. أما حصة التناوب يعني 50% يشتغلوا 50%. نقولوا أنه الإنتاجية متاعهم تتحسن ماش باش تطيح ب 50%. إذا كان تقريبا 20% من الإنتاجية باش تنقص بطريقة مباشرة، يعني هذا ينجم يكون حتى 4 إلى 5 نقاط نمو بالنسبة سنوية، بالإضافة إلى التأثير الغير المباشر متاع التعطل ولا عدم نجاعة الخدمات الإدارية في الفترة هذه على نشاط الاقتصاد بصفة عامة، وخاصة على الشرائط العمومية. بطبيعة الحال باش تعطل تقريبا 20,000 مليون دينار سنويا، هذا 3 أشهر التأثير نتاعو باش يكون تقريبا 1.5 أو 2 نقاط من نسبة النمو. ونبه الخبير الاقتصادي أنه يتعين على الإدارة الاستفادة من هذه المرحلة لاعتماد الرقمنة في العمل الإداري لما يفترضه التصرف الحديث في الإدارة من ضرورة عالمية لضمان النجاح المرجو من هذا القطاع الحيوي. فرصة كبيرة للإدارة مرة أخرى أنه نكرس مبدأ العمل عن بعد حتى في الإدارة العمومية كما في الشركات، ونجحنا فيه والناس كل تعرف خير مني عملنا مبدأ التناوب مبدأ خاصة أو حتى التناوب يوم بيوم. وفي هذا الخصوص أطلقت استشارة عمومية شهر المنصرم لتقييم الإجراءات الاستثنائية لعمل العوين العموميين، حيث بينت النتائج عن رضاء 70% من المشاركين في الاستمارة بمختلف أصنافهم بشأن التوقيت الحالي المعتمد في الوظيفة العمومية، فيما رافقتها بعض الملاحظات بشأن الصعوبات المهنية. أما صعوبات بالنسبة لرؤساء الهياكل اللي هما مسؤولين ولا على توزيع الأعوان العموميين، خاصة بالنسبة للهياكل اللي عندها كثافة في الإقبال، فما صعوبات في التنقل، فما صعوبات خاصة إنهم 70% من الموظفين يعتمدوا إن النقل العام المشترك وإلا النقل الخاص. ومن بين الإجراءات التي يكاد يجمع عليها المشاركون في الاستشارة هو اعتماد العمل بنظام الحصة الواحدة وتعزيز العمل عن بعد. نجم نضمر استمرارية المرفق العام باعتماد منهج ولا تكريس منهج جديد هو العمل عن بعد، تعزيز التواصل عبر الهاتف والتواصل على الخط لتفادي التلاقي المباشر مع العون العمومي، كذلك لتفادي التنقل. ووفق تحليل الاستبيان فإن 80% من المشاركين فيه يعتبرون أن هذا الإجراء الاستثنائي لتوقيت العمل الإداري يحد على نحو كبير من تفشي الفيروس. وفي آخر مستجدات الوضع الوبائي، سجلت مصالح وزارة الصحة أمس وفق ما جاء على موقعها الرسمي 12 حالة وفاة و 1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها في الفترة بين غرة أكتوبر، وبلغ عدد المرضى
المقيمين حاليا بالمستشفيات 1471 مريضا، 269 منهم يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، و134 مريضا يخضعون حاليا للتنفس الاصطناعي بالقطاعين. وكانت لجنة القيادة الخاصة بمكافحة جائحة كوفيد 19 عقدت اجتماعها الدوري اليوم الذي خصص لمتابعة وتقييم الوضع الوبائي لهذه الجائحة وبحث كيفية تركيز المزيد من المستشفيات الميدانية بمختلف الجهات للتعهد بمرضى كوفيد 19. كما خصص الاجتماع للنظر في مدى جاهزية المؤسسات الاستشفائية والعمل على مزيد دعمها بالموارد البشرية وبالتجهيزات الضرورية حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة. يخوض الأطباء والإطارات شبه طبية في جميع مستشفيات تونس منذ انتشار جائحة كورونا في مارس الفائت معركة ليست كباقي المعارك، ومن ذلك الإطارات شبه طبية في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. هؤلاء يعانون من نقص في التجهيزات وفي الموارد البشرية ويتكبدون عناء المخاطرة في رعاية المصابين بكورونا. المزيد في هذا التقرير. حق تعبنا معناها، خاطر ضغط نفسي على الاخر وجسدي وكل شيء. تدخل تخدم مريض تحط روحك انت في بلاصته، معناها نهار من نهارات باش تولي انت، معناها ما تنجم تحكي حتى شيء. ليست شهادة هذه الممرضة مجرد ترجمة لحجم التعب والمعاناة جراء أدائها لعملها أياما وأسابيع طويلة، إنها بالأحرى شهادة على مرحلة قد تكون الأقصى في التاريخ المهني للكثير من زملائها في العمل من الأطباء والممرضين والعملاء في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير في زمن كورونا. على عاتق هذه العاملة التي تشتغل في القسم الإنعاش الطبي بالمستشفى تنظيف وتعقيم كل شبر في القسم مدة 12 ساعة في اليوم وذلك دون توقف. 12 ساعة أقسم بالله لا نقعدها، أقسم بالله مرات حتى ما نشرب ماء نيجيش كيفاش نشربها من كثر الخدمة. عاملة التنظيف هذه لا تتكبد لوحدها جهد العمل في قسم الإنعاش الطبي، بل تشاركها فيه كثر من بينهن إيمان التي تشغل خطة إطار شبه طبي وتعمل منذ سنتين بالقسم وبشكل تعاقدي تتكبد عناء المخاطرة برعاية المصابين بوباء ليس أسهل من انتقال عدواه بين البشر. تعب علينا برشا ونخدمه من السبعة للسبعة واحد ليرة في صغاره لا حد شيء، معناها أموا يكثرون برسونيل فماشي ما يتبدل الوقت. وقد يكون ذلك بالرجاء قبل التحقيق في حتى ناظرة قسم الإنعاش التي تقول إن القسم الذي يوجد به 12 سرير فقط ويشتغل فيه نحو 35 إطار شبه طبي تؤكد الحاجة إلى مزيد من الموارد البشرية. في الوقت الحالي نخدمه ب 12 سرير إنعاش، كان بودنا نحلوا بقية الأسرة لكن كما تعرف الإمكانيات البشرية محدودة على الأخر، ديجا كي يمرض لي أنا انفيرميي بالكوفيد والكل ما نقاش أني باش نعوضه. إن الإطارات شبه الطبية في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير ليس وحدهم من يعاني من نقص التجهيزات والموارد البشرية في مواجهة كورونا، بل أقسام أخرى مماثلة في كثير من المستشفيات في البلاد تعاني من المشكل ذاته. فمتى ترصد الإمكانيات من أجل مواجهة وباء ربما يصنف بالأخطر في العصر الحديث؟ عضلة القلب هي من بين الأعضاء التي يمكن أن تتأثر بصفة مباشرة بفيروس كورونا المستجد، وقد مثل الحديث عن سبل الوقاية والتدخل السريع وفي الوقت المناسب إحدى نقاط فعاليات مؤتمر دولي بعنوان علاجات أمراض القلب والشرايين باتجاه طب المستقبل الذي انتظم ببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين على مدى 3 أيام واختتمت أشغاله اليوم. في اتجاه تفسير دقيق لأثر الإصابة بفيروس كورونا على المصابين بأمراض القلب والشرايين سارت أغلب حلقات النقاش خلال مؤتمر دولي افتراضي جمع قرابة 3000 مختص في أمراض القلب والشرايين من جميع أنحاء العالم. وطبقا لما تم تداوله من دراسات
فالفيروس الذي تظهر تداعياته على رئتين ويتطور إلى التهاب رئوي حاد أو فشل رئوي قد يشمل القلب، وتختلف عوارضه واحتمالاته خطورته، غير أن الأطباء في الصف الأول وحدهم القادرون على التشخيص. الفيروس هذا يمس سكان الرئة، يمس حتى عضلة القلب، ويجم يعطي التهاب في عضلة القلب، والتهاب عضلة القلب إذا من شخصوهاش مبكر ونعالجوها بطريقة مباركة تجم توصل لقصور القلب وضعف عضلة القلب اللي تجم تؤدي مع الوقت حتى للموت المفاجئ. التأثير على القلب زاد تأثير على الشرايين كما حكينا قبل، تجم تعطي التهاب في الشرايين وبالتالي تخثر في الدم وانسداد للشرايين وتتسبب في الجلطات الرئوية ولا الجلطات القلبية والدماغية. وتجم زاد الكوفيد يتسبب في التهاب في صفاق القلب. وفي ظرفية الوضع الوبائي العالمي، فتح المؤتمر على مدار 3 أيام الفضاء الأمثل للخوض وتدارس إمكانيات العلاج المتاحة لمرضى القلب والشرايين بعد إصابتهم بكورونا، خاصة إذا ما تعكرت حالتهم. بالنسبة لبعض المرضى تكون عندهم تعكرات اللي هم خاصة تخثر الدم في الأوعية الدموية، اللي هي بنسبة 30% للمرضى اللي عندهم عوامل اختطار، خاصة المرضى المصابين بالسمنة المفرطة أو المرضى اللي عندهم مشاكل مثلا في عروق الساقين، اللي عندهم ديفليبيد قبل وكل شيء، اللي هم تخثر دم في الأرجل، هذوكما معرضين أكثر من غيرهم. دونك هذوكما المرضى يلزمهم ياخذوا بعض الأدوية وبعض الاحتياطات اللي طبيب القلب ينجم يتدخل، هذا الكل بطلب من الطبيب الخط الأول اللي باش يدخل مش بطريقة مباشرة. وتمثل سبل الوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا على مرضى القلب والشرايين وغيرهم تمثل موضوع متابعة من جمعية الاعتماد الصحي في تونس بما تقدمه من توصيات. تعقيم الأسطح وتعقيم الأيدي باتت مسألة جدل علمي على المستوى العالمي والوطني منذ انتشار عدوى فيروس كورونا، خاصة في طرق الاختيار ومدى نجاعتها في التوقي والحماية من الفيروس. جملة من النصائح حول معايير هذه المواد والطرق السليمة في الروبرتاج التالي. غسل اليدين أو تعقيمهما من بين أبرز قواعد حفظ الصحة عامة وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا الذي تعيش على وقعه تونس والعالم خاصة، إلا أن معايير محددة وطرقا سليمة وجب اتباعها في استعمال هذه المواد كي تكون واقيا فعليا من إمكانية عدوى الفيروس. ومن بين نصائح أهل الاختصاص أن يتم اقتناء هذه المواد من المسالك المعترف بها على غرار الصيدليات أو المؤسسات المصنعة لهذه المواد، وأن تخضع إلى المواصفات المطلوبة. نثبت نسبة الألكول اللي موجودة اللي مكتوبة على القارورة، بالنسبة للمواطن العادي يلزمها تفوق 70%. نلقى تاريخ الصنع وتاريخ نهاية الصلاحية، يلزمني نلقى المادة ماهيش خاثرة، لأنه جيل مصنوع من تقريب 70% من الألكول. ولاختناء المعقمات من مسالك غير قانونية أضرار عديدة، من بينها إمكانية إضافة مواد غير معروفة يمكن أن تكون مسرطنة ضارة بالبشرة أو أن تكون مواد سامة. ماذا بينا ما نستعملوش برشا في المنزل، لأنه الطريقة المثلى والأنجع في المنزل وإلا في الخدمة وقت البحذية ما هو إني نستعمل الماء والصابون، كي نستعمل المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة يلزمني نمشي نغسل يدي بالماء. وكما تعقيم الأيدي، فإن تعقيم الأسطح والفضاءات يجب أن يخضع وفق أهل الاختصاص لمعايير معينة وطريقة استعمال سليمة. مواد وجب التثبت عند شرائها من قدرتها على قتل الفيروسات ومن كيفية الاستعمال ومن مدة الصلاحية ومن ملصقات الخطر الموجودة على القارورة. لأن المواد هذه هي مواد آكلة، تنجم تكون مواد سريعة الالتهاب، كما تنجم في بعض الأحيان تكون حتى مواد ذات تأثير على الجهاز التنفسي وعلى الأيدي وعلى الجلدة. بالنسبة للمساعد، ماذا بينا وقت تصير عملية تعقيم هو فضاء ضيق، ما يكونش الشخص متواجد وحده، هو قاعد يعقم وصاروا حوادث من نوع هذا، يسيلوا اختناق في الوقت بالوقت. وعند القيام بهذه العملية وجب وفق الخبراء ارتداء ملابس خاصة، مشيرين إلى أن أصناف الكمامات العادية لا تحمي ضد الغازات. يلزم يلبس كومبينيزون اللي هي ضد المواد الكيميائية، بس حذاء اللي هو كيف أنتي أسيد، ذارات، ويلزم كمامات اللي هي فيها فيلتر. ديما نبدأ نعقمه نمشيه من البقعة المسخة للبقعة النظيفة، ديما نمشيو من داخل اللوكال وإحنا خارجين ونخليو الباب هو آخر حاجة نعقموها.
ولا يكاد يخلو منزل من مادة الجفال كمعقم للأسطح، إلا أن استعمال هذه المادة يخضع أيضا إلى معايير، من بينها عدم شرائه من المسالك غير القانونية وعدم خلطها مع مواد أخرى التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان حاسة الشم لفترة معينة. نستعمل مقلش من دوزة على 5 دوزات ماء، وهي المواصفة تقول دوزة على 10 دوزات، لكن الفيروس خطير، جافيل فيه الكلور، الكلور اللي هي مادة سامة، وقت نصب عليه الماء سخون ينجم تصير حتى تسمم فجئي. وتبقى الوقاية الفردية والجماعية من أبرز السبل للحفاظ على الصحة، سيما في هذا الوضع الوبائي. تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره وعلى أكمل وجه يصطدم في الكثير من الأحيان بجملة من الصعوبات في قطاعات بعينها، لعل أبرزها قطاع النقل. ورغم التزام البعض بمختلف وسائل الوقاية، تبرز عديد التشكيات خاصة فيما يتعلق بالتاكسي الفردي أو الجماعي، سواء من المواطن أو من سائقي التاكسي. مدى احترام البروتوكول الصحي وتطبيقه في وسائل النقل الجماعية، ونعني هنا التاكسي الجماعي والفردي، كان محور رحلة قادتنا إلى شوارع العاصمة. ولئن اتفقت الآراء بين أصحاب المهنة والمواطن فيما يتعلق بالاحترام الكامل للبروتوكول، فإن ذلك لا ينفي وجود بعض الإشكاليات التي قد تؤثر على هذه العلاقة. الناس متكلفة يعني متحملة مسؤوليتها، وما يطلع حد الا بالبابات نتاعو. الناس كل خايفه من الكورونا، والناس كل متحذره، وان شاء الله لاباس بقدره ربي لاباس. الاحترام نتاع الصحه مش موجود. من قبل شكون؟ من قبل المواطن. فتنا لا يحترموا البروتوكول الصحي، ثم نسبه لخطر يعبي اكثر من اللازم. فهمت؟ النقل العشوائي والذي لا يستجيب لقواعد البروتوكول الصحي كان ولا زال حاضرا، وذلك بتعديه للحدود القصوى لعدد الراكبين. فمن يركب اكثر؟ هذوكم الجراند ستار، ماهوش تاكسي جماعي. ما قلت مش الكل، ما نعرفش. مش الكل، لا مش الكل. بالرخص نتاعنا ما ركبوش الزيت. فهمتني؟ هذوكم الجراند ستار اكدوا خاليه على القطاع. رخص الطبيب الخضراء كلها تخدم من رجله، وكلها ما فما حتى معنا حتى اشكاليه في الموضوع هذا. وعلى اهميه التقيد بالبروتوكول الصحي في التاكسي الفردي مع بعض المهنيين الذين التقيناهم، فان عدم تقيد عدد من المواطنين بالبروتوكول قد يتسبب في توتر هذه العلاقه. الجال عندي الماء، وما في جافيل نحط فيه الفلوس، وما طلعش كليون قدام، طلع كان التالي كليونات، بالرغم اللي يتنقص علينا الخدمه هذه، ولكن هذيك الحلول اللي الواحد ان شاء الله ربي منعنا مال. كان باش نتحدثوا على الحرفاء، في اغلبهم ملتزمين، تعرضنا بعض المشاكل مع البعض من الحرفاء مش اكثر، انه حتى كي يلبس البافيت تلقاها هابطه على الخشم. هكا البارح برك انا في طريق رواد طلعت مع التاكسيس وماهوش مستعمل بافيت، فهمتني؟ نطيحها لطه هو لابسها، ولكن طايحة في رقبته لنا. مع انتشار عدوى الكوفيد هذه الأيام، فإن ما لاحظناه هو محاولة التقيد بالإجراءات، ولكن تأتي صور لا تعكس هذا التقيد بالبروتوكول الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالنقل الجماعي العشوائي، والذي قد يكون سببا للعدوى، وبالتالي ضرورة مقاومته والتأكيد على الجانب الوقائي التوعوي. في بلاغ بشأن المرور، وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية تعلم مستعملي الطريق القادمين من الطريق الشعاعية إكس والطريق الوطنية رقم 8 والقاصدين الشرقية 1 ووسط العاصمة والبحيرة والمرسى مرورا بشارع ياسر عرفات أنه سيتم غلق النفق قصد إتمام الأشغال على مستوى مخرجه أمام مطار تونس قرطاج، وبإمكان مستعملي هذه الطريق مواصلة السير والانعراج يمينا بالطريقة المحاذية لمدخل النفق، وذلك لمدة 5 أيام متتالية بداية من يوم غد الأحد. وتأتي هذه الأشغال حسب بلاغ الوزارة في إنجاز الوصلة الرابطة بين الطريقة الشعاعية إكس والطريقة الوطنية رقم 10 بولاية تونس. كما تعلم وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية كافة مستعملي الطريق القادمين من الطريق الوطنية رقم 8 والطريق
الوطنية رقم 9 والقاصدين حي الخضرة والمنازة وحي النصر عبر الطريق الإشعاعية إكس 2 أنه سيتم تحويل جزئي لهذه الطريق على مستوى شارع خير الدين باشا. وتأتي هذه الأشغال في إطار إنجاز أشغال مشروع محول الطريق الإشعاعية إكس 2 الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة شمال جنوب وشارع عبد العزيز الكامل بولاية تونس، وبالتالي الدعوة مفتوحة لمستعملي الطريق لملازمة الحذر. الحدث مساء اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية سياسية. أعلن الديمقراطي جو بايدن الرئيس 46 الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه بسباق الرئاسة نحو البيت الأبيض. وقد أعلن مسؤول بحملة جو بايدن أنه سيلقي كلمة على الأمريكيين بعد الساعة 8 بالتوقيت المحلي. في الأثناء صرح الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب بأنه لن يشعر بالارتياح إلا قبل فرز الأصوات بشكل عادل. أعلنت عدة شبكات تلفزيونية أمريكية كبرى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس 46 في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا والتي تمنح 20 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ليصل مجموع أصوات الديمقراطي بايدن 273 صوتا ويتجاوز 270 صوتا اللازمة للفوز بالانتخابات. وبموجب النظام الأمريكي ليس إجمالي عدد الأصوات هو ما يحدد هوية الفائز بالسباق إلى البيت الأبيض، بل يعتمد الأمر على تقسيم معين لعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون في كل ولاية وهو ما يعرف بالمجمع الانتخابي. وفي كلمة له بعد هذا الإعلان قال ديمقراطي جو بايدن أنه يتشرف باختيار الأمريكيين له رئيسا للبلاد، وإن الوقت حان الآن لرأب الصدوع التي خلفتها الحملة الانتخابية وتوحيد الصفوف كبلد واحد. وفي المقابل أعلن دونالد ترامب أن حملته ستبدأ في الطعن في نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الاثنين القادم، بعدما أعلنت وسائل الإعلام فوز منافسه ديمقراطي جو بايدن مؤكدا أن الانتخابات لم تحسم بعد. وبذلك يصبح الديمقراطي جو بايدن البالغ من العمر 77 عاما أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. ويعرف بايدن بأنه سياسي ديمقراطي مخضرم له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينات القرن الماضي، كما شغل منصب نائب للرئيس ابان حكم الرئيس السابق باراك أوباما للفترة ما بين سنتي 9 و2000 و17 و2000. وقد عرف بايدن بمعارضته لحرب الخليج عام 91 و900 و1000 والتدخل الليبي عام 11 و2000، وصوت لصالح القرار الذي أذن بقيام حرب العراق عام 2 و2000، كما عارض إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق عام 7 و2000. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بإجراءات فعلية من المجتمع الدولي تتضمن فرض عقوبات على المحتل الإسرائيلي بسبب سياسة هدم المنازل الفلسطينية. ووصفت الوزارة في بيان هدم المحتل الإسرائيلي منازل ومنشآت في الأغوار ما أدى إلى تشييد 73 فلسطينيا من سكانها قبل أيام بأنه جريمة بشعة وفقا للقانون الدولي. وفي أخبار الرياضة، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة الحكام الدولية لسنة المقبلة، وقد ضمت القائمة أسماء الحكام هيثم جيرات والصادق السالمي ويوسف أسرائيلي ويسري بوعلي ومحرز المالكي ونعيم حسني وأمير لصيف. سيغيب المدافع الدولي التونسي نسيم هنيد عن المشاركة في التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب التونسي لكرة القدم إثر إصابته بفيروس كورونا حسب ما أعلنه ناديه إيك أثينا اليوناني. فوت نادي ساسولو في فرصة تصدر ترتيب البطولة الإيطالية لكرة القدم عندما اكتفى بالتعادل دون أهداف مع ضيفه أودينيزي في افتتاح منافسات الأسبوع السابع، ورفع ساسولو رصيده في المركز الثاني إلى 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن
بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا الدور نصف نهائي من بطولة باري بيرسي لتنس المحترفين إثر انتصاره على مواطنه بابلو كارينو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وسيبالي نادال في الدور النصف النهائي الألماني ألكسندر زفيريف المنتصر على السويدي ستان فافيرينكا. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. استئناف الشركات الطاقية بتطويل نشاطها في إنتاج النفط والغاز اليوم بعد التواصل مع الحكومة إلى حل نهائي لملف الكامور. تباين في آراء المواطنين حول نجاعة الخدمات الإدارية بنظام التوقيت الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، وخبراء الاقتصاد يدعون إلى ضرورة تعزيز رقمنة الإدارة. انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على أصوات 270 من كبار الناخبين، وترامب يطعن في النتائج. ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.